طيب، صباح الخير يا شباب. اليوم بدنا نستأنف المحاضرة الثانية في الـ AI. احنا بدينا في هذه المواضيع، بدينا نحكي انه ايش هو الـ AI، انه احنا نشوف يعني بشكل علمي ايش هو الـ AI، واتفقنا كذلك انه احنا بدنا نشوف ايش الـ State of the Art of AI، انه احدث ما توصل اليه العلم او يعني الوضع الحالي للـ AI. بصراحة الـ Artificial Intelligence في شيء له يعني تعريف رسمي زي ما حكينا المرة الماضية، انه متفق عليه. طبعا في تعريفات كثيرة، بس انا بحكيش انه يعني بقولش انه في تعريف انه متفق عليه. يعني احنا حكينا المرة الماضية انه كلمات مفتاحية ايش هي؟ ذكاء ايش يعني؟ تعلم، تفكير، استذكار، وحل مشاكل. تمام؟ طيب، حكيت مواضيع الذكاء الاصطناعي، بدي اياك تطلع على هدول المواضيع وتحاول انه انت تربطها بالكلمات المفتاحية اللي احنا حكينا عنها. بالاضافة لذلك حنحكي اليوم على التيورينج تيست، انه هو عبارة عن اختبار بيحدد انه هذه الماشين انه انتليجنت او لا. ليش تم وضع الاختبار هذا؟ لانه احنا بدنا نطلع من اطار التعريف اللغوي، انه نقول والله الذكاء الاصطناعي هو عبارة عن كذا 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 كذا، فبالتالي الاختبار هذا بيحدد انه الماشين انتليجنت ولا لا. فبنيجي لمواضيع الذكاء الاصطناعي، ايش هي التوبكس اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي؟ نبدا من هنا. كمبيوتر فيجن. ايش هو الكمبيوتر فيجن؟ نظام رؤية. بالضبط، احنا حكينا المرة الماضية انه انا عندي الايجنتس نوعين، اللي هما هاردوير وسوفتوير. انتو عندكم القدرة الاستذكار. حكينا انه الايجنتس هاردوير وسوفتوير، تمام؟ وحكينا انه الهاردوير انه هو عبارة عن الروبوتس، والروبوتس هذه لازم يكون فيها نظام رؤية. ايش يعني نظام رؤية؟ خليني انزل لك تحت هنا عشان تتعرف ايش هو نظام الرؤية. نظام الرؤية بده يكون في عندك اشي زي هيك، زي ما انت شايف انه انه بده يكون في عندك انه كاميرا، انه هي عبارة عن سنسور، يعني انه هو عبارة عن انبوت للصورة اللي موجودة في البيئة حواليك، وبدك تتعرف على الاوبجكتس الموجودة في البيئة حواليك. يعني على سبيل المثال انه هذا الانتليجنس سيستم عنده القدرة انه يتعرف انه هذه اورانج، ومتأكد انه هي اورانج 95%، هذه ابل 99%، وهنا انه هيو بعلم عليها انه بعملها ماسكينج، بحددها في مربع يعني، تمام، وبحدد انه هي ابل. وهذا الكلام في الريال تايم. في الريال تايم معنى ذلك انه انت لما تشوفه زي هيك بالتالي كمبيوتر فيجن يا شباب انه بده يكون في عندك اشياء زي هيك. طيب، لبين ما تنحل مشكلة الشبكة، يعني حاول انه انت تتخيل معايا زي ما ورجيتك الصورة في الاول زي هيك، انه هو بتعرف على الاوبجكت انه هذه تفاحة، هذه ابل زي هيك. تمام، كذلك انت عندك هنا في الكمبيوتر فيجن في السيارة، انه انت عندك السيلف درايفنج كار لازم يكون في عندها كمبيوتر فيجن. فبالتالي انه هذا الفيديو لو انت تفرجت عليه في البيت حتلاقي انه لما يشغل الكمبيوتر فيجن ويد ماسك ار سي ان ان، هذه عباره عن نوع من انواع ديب نيورال نتوركس،
بتلاقي انه هو بتعرف على الاوبجكت هذه انه هي سياره، هذه عباره عن تراك، هذا عباره عن بيرسون. فالفكره انه نظام الكمبيوتر فيجن مهم جدا عشان الروبوت يقدر ياخذ ديسيجن انه هو بده يحدد اتجاهه، بده يخفف السرعه، بده يتوقف زي هيك. تمام. فهذا هو. طيب نرجع هنا، نيجي للنيورال نتوركس. في النيورال نتوركس حكينا عنها المحاضرة الماضية انه هو شوف بصراحة يعني الانسان بطبيعته لما بده يحاول يعمل شيء انه هو بحاول انه هو يعمل شيء، يعني يطلع على الاشياء المماثلة الموجودة في الطبيعة ويعمل شيء زيه. ربنا سبحانه وتعالى وحده هو فقط اللي بيخلق الأشياء بدون مثال سابق. تمام؟ يعني ذكرنا هذا الكلام إنه بده يصنع طيارة، بروح بتطلع إنه كيف نظام الطيران عند الطائر، بلاقي فيه أجنحة، بلاقي فيه ديل. تمام؟ كل الأشياء اللي هو صنعها أكيد طبعا مستوحاة من الطبيعة، إنه هو بلاحظ إنه هي يعني موجودة حواليه من نظام. يعني أنت لو حتى لو شفت المركبات العسكرية وكيف نظام تواصل اللاسلكي بيناتها، وكيف انه هي بتتنقل، الروبوت اللي بتتنقل على اسطح الكواكب، فبتلاقي انه هي مشابهه لحد كبير من الحشرات. تمام. طريقه النافيجيشن تبعتها يعني بيحاكي بشكل كبير النظام اللي موجود في الحشرات. ف نرجع للموضوع هنا انه النيورال نتوركس لما الانسان يفكر انه بيعمل شيء يعني او انه يعمل ماشين ذكيه، فايش كان الخيار؟ الخيار انه وين الذكاء موجود عندي؟ في عقل الانسان. وحكيت ورجيتكم المره الماضيه انه انا عندي الخليه العصبيه البيولوجيكال، انه هي فيها مستقبلات وبتعمل تفاعل كهروكيميائي وبتنقل الاشاره للطرفيات اللي اصلا هي موصله بعقدة عصبية تانية وهكذا. وانه عشان نعمل سيميليشن للشغلة هذه استبدلنا التفاعل الكهروكيميائي بمعادلة رياضية. تمام. انه نعمل حسبة معينة ونطلع الاوتبوت. فبصير السؤال هنا اللي احنا بدنا ناخده في هذا الباب انه هل فعلا انه النيورال نتورك نقدر انه نخليها تتعلم زي ما البشر انه هو يتعلم، انه تتعلم انه هي تتعرف على انماط وتصنف لوحدها زي ما البشر فعلا انه هو بيتعلم. تمام. في حاجة اسمها learning by analogy، وهذا كلام انت ممكن تلمسه بالاطفال. كيف يعني؟ يعني على سبيل المثال هذا الجهاز، انه انت لو قلت للطفل انه هو عبارة عن لابتوب، تمام، فاي شغلة بالنسبة له بتفتح زي هيك هي عبارة عن لابتوب، لغاية انه يعني لدرجة انه ممكن يصل به الحد انه اول ما يشوف مثلا التوست اللي بتحمص فيه الخبز اللي بيفتحه بيسكر زي هيك، بقول لك هذا عبارة عن لابتوب. هذا هو مفهوم التعليم learning by analogy، انه بتقول له انه object هذا عبارة عن فنجان، الفنجان انه في له سمات انه مدور زي هيك، تمام، وفي له ايد، اي شغلة تانية مشابهة له برضو فنجان زي هيك. فهذا هو مفهوم التعليم باستخدام الانماط، انه الانماط هذه من وين بدها تجينا؟ بدها تجينا من البيانات. فالارتفيشال نيورال نتوركس بدنا ندخل المدخلات زي هيك ونجري عمليات رياضيه معينه ونضلنا نعدل فيها لغايه لما يقدر يتعرف على الانماط هذه. حناخذ الكلام هذا بالتفصيل. طبعا ماشين ليرنينج ذكرنا من الكلمات المفتاحيه اللي هو الليرنينج، تعلم، القدره على التعلم. فكيف بدنا نمكن الحاسوب انه هو يتعلم؟ من خلال خوارزميات معينه بتمكن الحاسوب انه هو من البيانات انه هو يتعلم. انت بالنسبة لك من تجاربك، من الانماط اللي بتمر عليك، انه انت بتتعلم. كذلك المشين ممكن من خلال بيانات انه نخليها انه هي تتعلم. تمام. الناتشورال لانجويج بروسيسنج. ناتشورال لانجويج بروسيسنج هذا موضوع كتير مهم في الذكاء الاصطناعي، لانه انت بدك تخلي المشين ببساطة انه تفهم عليك وانت تفهم عليه. تفهم عليك يعني على سبيل المثال انه انت تيجي تحكي له هنا في جوجل وتقول له مواقيت الصلاة وتحدد المكان زي هيك، ويكون في عنده القدرة انه هو يفهم انه انت بتدور على مواقيت الصلاة ويسترجع لك اياها ويعمل لك إلها structuring، يرتب لك اياها لشكل جدول ويجيب لك اياها زي هيك، او ممكن يجيب لك جدول ل 30 يوم.
لأنه في عنده القدرة إنه قدر يفهم هذه اللي هي لغة البشر ويبحث عنده في ملايين المواقع ويجيب لك النتيجة ويرجع لك إياها structured زي هيك. بالإضافة لذلك إنه يكون في عنده القدرة إنه يتعرف على الناتشورال لانجويج كسبيش مش كتكست. يعني إنه أنت ممكن تمكنها زي هيك وتطلب منه إنه فعليا يتعرف على الكلام عندك في الريال تايم زي ما أنت شفت زي هيك. إنه أنت تحكي السلام عليكم كيف الحال، أنا أبحث عن فندق قريب، تعرف لك عليه بالضبط. فهذا السبيش ريكوجنيشن برضو بتطلب انتليجنس، انه انت عندك الويف ساوند، انه انت في النهاية انه انت تقدر تتعرفها والكمبيوتر قدر يفهمها. هذا اسمه انه ناتشورال انديرستاندينج، انه انت تخلي الكمبيوتر يفهم لغة البشر تبعنا عشان انه انت لما تحكي معه يفهم ايش هو النص ويجيب لك الجواب ويرجع لك اياه. طيب فبالتالي كمبيوتر فيجن نظام رؤية، Artificial Neural Networks هي محاكاة لدماغ الإنسان طبعا بغرض أنه Problem Solving وبغرض التعلم. Machine Learning هي عبارة عن الأساليب أو الخوارزميات المتبعة في التعلم في المشين. والناتشورال لانجويج بروسيسنج هي أنه نخلي الكمبيوتر أنه هو يفهم لغة البشر. بضل أنا عندي آخر جزئية اللي هي Deep Learning. Deep Learning هي برضو أسلوب متقدم في Machine Learning. الفكرة في Deep Learning إنه هو بيستخدم Neural Networks، بس Neural Network هذه Deep، يعني حنشوف إيش الفرق بين Machine Learning الكلاسيكال تمام و Deep Learning تحت تمام. زي ما شفنا الكمبيوتر فيجن والنيورال نتوركس والماشين ليرنينج وباقي الاشياء، حنشوف الديب ليرنينج. لكن خلينا نطلع على ماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج انه سوبرفايزد، انه بتعلم باشراف تحت اشرافي، يعني انه انا بحكي له انه خلي بالك نمط البيانات هذا انه بيكون كذا، هذا البيانات بتكون انه لو كان شكلها زي هيك، انه لو كان الانبوت كذا وكذا وكذا بيكون الاوتبوت كذا. هاي مفهوم السوبرفيجن، انه انت بتقول له ايش الانبوت وايش الاوتبوت من من البيانات عشان انه هو يتعلم عليها. اما الانسوبرفايزد انه هو بيعتمد على نفسه، بتعلم لوحده بدون اشراف تمام. فينا عندي الريينفورسمنت ليرنينج اللي هو التعليم بالاجبار. ايش التعليم بالاجبار؟ بمعنى انه انت على سبيل المثال بتحط ايجنت في بيئه محدده، طبعا لازم تكون بيئه محدده، وبتعطي له بوسيبل اكشنز، وكل اكشن انت بتحكي له يا اما بتعاقبه عليه يا اما بتدي له سكور، يا اما بتعطي له جائزه. يعني على سبيل المثال لو كان في عندي روبوت المطلوب منه انه هو ينظف مكانه وخليته في بيئه، والمطلوب لحاله يتعلم انه المطلوب منه انه هو ينظف، فكيف ممكن انه نسوي هاي الشغله؟ ممكن انه احنا نسوي هاي الشغله انه انه هو متروك له الحريه انه هو يجرب البوسيبل اكشنز زي هيك. طيب كنا نحكي انه انا بعد بدي له خيارات انه possible actions وهو له منتهى الحريه انه هو يختار، فبروح بيختار على سبيل المثال انه يضل يلف في المكان بدون ما ينظف، يضل يشوط، فبروح بعاقبه على هاي الشغله، فبروح بتعلم بقول اذا انا لفيت بدون ما انظف حتعاقب، حبطل اسوي هذا الاكشن، بروح بجرب الاكشن الثاني انه هو على سبيل المثال انه تركته 3 ساعات راح نظف نص القاعة، بدي له سكور. المرة الجاية بروح بجرب اكشن تاني مختلف انه خلال 3 ساعات مثلا راح نظف القاعة كلها، بدي له سكور اكتر، بقول اذا نظفت القاعة كلها باخد سكور اكتر. فبالتالي هو بتعلم لوحده قاعد بالاجبار، كيف اجبرته؟ من خلال الثواب والعقاب بهذا الشكل تمام. سمي سوبرفايز ليرنينج انه بيكون في البداية بشرف عليه وبعديها بتركه لوحده انه هو بتعلم لوحده، سيمي سوبرفايز يعني نص تحت الاشراف تمام. هذه هي المفاهيم تبعت الماشين ليرنينج، هذه الشغلات اساسية احنا حنغطيها في الكورس ان شاء الله. طيب نيجي الان للتعريف لتيورينج تيست، ما حكيتش عنه المرة الماضية انا بالمرة. طيب التيورينج تيست حكينا انه تيورينج هذا عالم رياضيات بريطاني عاصر الحرب العالمية الثانية، وكان يعني شغال في مجال التشفير وكان في له فضل كبير
في فك تشفير الأعداء. تمام؟ فوضع التعريف أو وضع اختبار بيحدد أنه هو الفيصل أنه هذه المشين انتليجنت أو لا أو لا، بدون ما أنا أحكي تعريف أنه والله الذكاء هو عبارة عن كذا 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 كذا، لا، من خلال اختبار أنه أنت بتحدد أنه المشين هذه انتليجنت أو لا. إيش هذا الاختبار؟ أنه أنا بيكون في عندي A, B, C. A هو عبارة عن evaluator، B هو عبارة عن human، وسي عبارة عن كمبيوتر. طبعا الكمبيوتر هذا يفترض أنه يكون انتليجنت. طبعا الإيفاليويتور بحكي مع الهيومن والكمبيوتر من خلال تيرمينال، تيرمينال واحدة طرفية، كيبورد وماوس، كيبورد وشاشة يعني شات. تمام؟ الآن الفكرة في الموضوع أنه في الشات أنه أنت بدك تحدد أنه الشخص اللي قدامك أنت مش شايفه، بدك تحدده أنه هو بوت ولا هيومن، فبتروح أنه أنت تختبره في الكلام. فإذا كان في عنده مثلا إجابات مبرمجة بشكل مسبق، بتشك في أمره أنه بتقول أنه لا، مش ما عندهش ذكاء، مش إنسان هذا. تمام؟ فالآن إذا الكمبيوتر قدر يقنع الإيفاليويتر أنه هو فعلا عبارة عن هيومن، معنى ذلك أنه بنقدر نقول أنه الماشين هذه انتليجنت. طبعا هذا كلام في له سيناريو تاني. السيناريو التاني أنه الهيومن هذا بده يقنع الإيفاليويتر أنه هو مان، لكن هو بده يقنعه أنه هو عبارة عن ومن، أنه واحدة ست، أنه هو راجل وهو واحدة ست. تمام؟ والكمبيوتر بده يقنعه أنه هو عبارة عن مان. ليش؟ لأنه إحنا بدنا نحاول أنه نخلي الاثنين أنه هما الاثنين بدهم يلعبوا على الإيفاليويتر، ووظيفة الإيفاليويتر أنه يتحقق من هاي الشغلة. اتخيل الموضوع لو أنا بدي أحكي مكالمة تليفونية وبدي أحكي الطرف الثاني اللي في المكالمة إنه أنا واحدة ست. هذه الشغلة بتتطلب انتليجنس. قديش أنا ممكن أنا أنجح في العملية هذه؟ دقيقة، دقيقتين، بعد خمس دقائق ممكن ينكشف أمري، لأنه أنا بدي أغير نبرة صوتي وبدي أغير طريقة تفكيري وبدي أغير طريقة حكي، صح؟ تمام؟ وهو إذا كان واحد يعني قد حاله أكيد يعني راح يقدر يسألني أسئلة معينة أنا ما أعرفش أجاوب مثلا أو شغلة زي هيك، ويقدر يكتشف أنه لا، هذه مش واحدة ست، أكيد مش واحدة ست. تمام؟ فالموضوع هذا بيتطلب انتليجنس. فهذا هو مفهوم التيورينج تيست، يعني يعني زي ما حكينا أنه هو يعني استعرضنا عنه بتعريف الذكاء الاصطناعي. نيجي نشوف الآن التايبس of AI. أنا في عندي ثلاث مراحل أو ثلاث أنواع من الـ AI. طبعاً المرحلة الأولى واللي إحنا موجودين فيها حالياً اللي هي الماشين ليرنينج، اللي بيكون متخصص في مجال معين في حل المشاكل. والمثال على هذا الكلام سيري، أليكسا، كورتانا، بالإضافة لجوجل أسيستنت، إنه بيكون الوظيفة تبعته إنه intelligent system بيأدي وظيفة محددة. بعد هيك المرحلة الثانية أو النوع الثاني من الذكاء اللي هو artificial general intelligence، وهو تحدي في حد ذاته، إنه بده يكون بدنا ننتقل للماشين intelligence للمرحلة الثانية، وبيشير للكمبيوترز، أو يعني إنه هو عبارة عن الكمبيوترز اللي بيكون في عندها ذكاء في مجالات متعددة. والمرحلة الثالثة اللي هو artificial super intelligence، يعني الذكاء خارق. في هذه الحالة انه الماشينز نفسها بيصير في عندها ادراك ووعي. انت عندك ذكاء وممكن انه انت تجاوبني، يعني اقول لك عمليات حسابية بتجاوبني، اقول لك اسألك اسئلة معينة بتطلب ذكاء في حلها، بتطلب استنباط استنتاج، ممكن انه انت تحلها. لكن هل هو عنده ادراك؟ هل عنده وعي؟ فهذه المرحلة الثالثة اللي هو الماشين كونشسنس، اللي هو الإدراك أو الوعي في الماشين، المرحلة اللي بتخوف كتير. تمام؟ اللي اسمها Artificial Super Intelligence. طيب نيجي الآن للتايم لاين تبع الذكاء الاصطناعي. طبعا التايم لاين مهم جدا. أنا بديش إياك أنه أنت تحفظ تواريخ، هنا مش مطلوب منك حفظ التواريخ، بديك تفهم الخلاصة، أنه الخلاصة أنه إحنا وصلنا للمرحلة هذه في الذكاء الاصطناعي بجهد تراكمي، وكان في مناطق مظلمة أو عصور مظلمة في الـ AI.
طبعا الأبحاث في الاي اي بدها تمويل، والتمويل كان في ذلك الوقت هو بدأ في الخمسينات، تمام، كان تمويل حكومي. وكان العلماء أنهم يقنعوا الحكومة أنه هي تصرف فلوس كتير في أبحاث الذكاء الاصطناعي، لأنه كان خيال في ذلك الوقت، كان تحدي بالنسبة لهم. وصار في جدل زي برضو الأبحاث أو الفلوس اللي بتنصرف أو الميزانيات الضخمة اللي بتنصرف لناسا في أبحاث الفضاء، أنه أنت طب ماشي طلعت لي صاروخ وطلعنا وشفنا، طب ماشي وبعدين إيش استفدنا؟ وهم كانوا يحكوا في المقابل طب انت بتصرف ملايين الدولارات على الكريمات وعلى الموضة وعلى البيبسي كولا وعلى المش عارف على كلام فاضي. سبق الروس في زراعة التطور. سبق الروس في زراعة ايش؟ زراعة التطور. ما هذا الموضوع مشكوك فيه. مشكوك فيه. تمام؟ بعدين هو يعني بالمناسبة يعني وصلت لمرحلة انه في 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 فترات في فترة الستينات انه كل الفند للاي اي خلاص سكر عليه ما فيش، لغاية مرحلة معينة انه ها ممكن يطلع من الاي اي في بداية السبعينات. هذه مراحل مظلمة يعني انه زي هيك، انه هنا في بداية السبعينات انه صار انه ممكن يكون في عندي انتليجنس، وصار في صعود للاي اي انه ممكن يطلع منه اشي. طبعا هنا في هذا البروجرام اليزا مشهور جدا، هو عبارة عن اول ناتشورال لانجويج بروسيسنج بروجرام، طبعا من تطوير ام اي تي اي اي لاب. و الفكرة تبعت اليزا انه هذا هو عبارة عن اول تشات بوت، وظل مشهور لغاية نهاية التسعينات. نهاية التسعينات انه اليزا هذا كان انه هو عبارة عن برنامج وانه انت ممكن تنزله، كان في نهاية التسعينات في 99 وبداية 2000 انه هو عبارة عن برنامج بيحاكي الطبيب النفسي، وكان طريقة تصميمه انه هو بيستدرجك في الحكي. الطبيب النفسي ايش وظيفته؟ انه انت بتروح وبتفضفض له، صح؟ فكيف كان طريقة تصميمه؟ طريقة تصميمه انه كل معلومة انت بتقول له اياها بروح بستفسر عنها عشان يخليك تسترسل في الحكي. يعني بمعنى انا ممكن احكي له انا والله محبط كتير، في عندي محاضرات كتير وتعبان فبروح بيسألني عن معلومة أنا ذكرتها، بقول له أنت إيش في عندك محاضرات؟ بقول له والله في عندي محاضرة ذكاء اصطناعي ومحاضرة برمجة ومحاضرة كذا. طيب بروح برضو بيسألني تفاصيل أكتر عن محاضرات الذكاء الاصطناعي، وقت إيش مواعيدها؟ فبيخليني أسترسل في الحكي لغاية لما بعد مرحلة معينة بقول لي ها كيف إن شاء الله ارتحت هالجيت. شايف كيف انه هو يعني طريقة تصميمه بالطريقة هذه، انه هو بضله يخليك تسترسل في الحكي، تسترسل زي كأنه بتفضفض. والطبيب النفسي بيسوي زي هيك، الطبيب النفسي بيسويش ولا حاجة يعني ان شاء الله هلقيت ارتحت بعد ما فضفضت يعني. تمام؟ كيف؟ نعم 66 بدأ اول تشات بوت، انه كان بسيط لغاية لما تطور اللي أنا بحكي لك عليه الطبيب النفسي، كان في نهاية التسعينات. تمام؟ طيب بدي أحكي لك على المرحلة هذه تحديدا 1997، إنه لما IBM فعليا طورت أول كمبيوتر اسمه ديب بلو سوبر كمبيوتر، وهزم بطل العالم في الشطرنج كاسباروف في ذلك الوقت. وبدي يعني انه انت بتفتح الرابط وبتشوف كيف المباراة هذه بتتفرج عليها، انه فعليا صار اول مرة انه كمبيوتر بيلعب شطرنج وهزم افضل واحد او بطل العالم في الشطرنج كان في ذلك الوقت. طبعا هذا الكلام يعني صار كلام فاضي هلقيت. ليش؟ لانه انت عندك بالديب ليرنينج او بالديب مايند حاليا صار في عندك لعبة الالفا جو او لعبة الجو، انه اعقد من هذه بكتير، وبتطلق وتم تصميم ماشين انه لحالها تعلمت اللعبة وتفوقت على البشر، وهي اعقد من شطرنج بكتير بمراحل. طبعا هنا في عندك في بعض الاشياء هذه السيلف درايفنج كار كانت اول ما ظهرت في 2009،
لما جوجل بدأت تشتغل على الموضوع. وهنا في 2013 طبعا هنا في عندك روبوتكس لداربا، داربا وزارة الدفاع الأمريكية، تمام. الروبوتكس هذه يعني بده يصير في تصميم لروبوتكس انه بدها تصير هي الجيش، اللي الجيش النظام العادي خلاص بطل، خلاص احنا بنصمم روبوت والوظيفة تبعتها انه بتروح تحارب عنا وتقاتل وتسوي وتعمل وفي عندها ذكاء بشكل كبير، تمام، انه تحدد انه الخصم هذا او مش الخصم. زي هيك طيب، هذا بخصوص التايم لاين. انت بدي اتركك انه انت تطلع عليه بالتفاصيل. هنا بدي ارجع وين على الستيت اوف ذا ارت، الستيت اوف ذا ارت خليها للمحاضرة الجاية. أنا ممكن أشوقك للمحاضرة الجاية إنه هو فعلياً، ممكن أحكي لكم عن شغلة إنه هل طلابك كانوا يعني ملوا من المحاضرة تبعتك ولا لا، فكيف ممكن نسوي شغلة زي هيك. كمبيوتر فيجن سيستم، أنا بركب لكم كاميرا بضلوا يراقب وجوهكم طول الوقت، فبالتالي من تعبير وجوهكم بيعرفوا انه انتم مشدودين في المحاضرة، مبسوطين منها ولا مليتوا منها ولا. فبروح بعمل ماسك على وجه كل واحد انه بنشوف انه هو قديش كان انه هو منتبه ومشدود، ولا كان طول الوقت انه بيلعب في الجوال تبعه ولا بالتاوب ولا ايش بيعمل بالضبط، تمام. فهذا حاحكي لكم عنه المرة الجاية ان شاء الله. في حد عنده سؤال استفسار؟ Thank you.